نصل بكم الآن مشاهدينا كما شفتوا في الفاصل إلى فقرة الاقتصاد ببساطة. نستقبل فيها اليوم عبد القادر سليماني للحديث عن المناولة، نسيج المناولة وأهميته في بعث العجلة الاقتصادية. إذن عبد القادر سليماني خبير اقتصادي مختص في الاستثمار، صباح الخير، مرحبا بك معنا. صباح الخير فريان، شكرا على الاستضافة، وصباح الخير لكل المشاهدين. شكرا. إذا شكرا جزيل الشكر لتلبية الدعوة. إذا حديثنا اليوم أستاذ عن المناولة، ببساطة ما هو مفهوم المناولة؟ والله في كل مرة نحاول نبسطوا المصطلحات الاقتصادية. شوف المناولة، نعطيك مثال، زوج أمثلة باش المشاهد الكريم يفهم. أولا نعطيك مثال سيارة. سيارة شحال فيها يعني من لا بياس؟ يعني ربما 1500 2000 بياسة. هل تستطيع شركة واحدة أن توفر لك كامل هذه القطع وتركبها في يعني في وقت واحد، وتتحكم في التكنولوجيا وتتحكم في الوقت وكذلك حتى في الأسعار والمبالغ؟ يعني شيء صعب جدا، لأنه ايماجينتوا يعني العجلات يعني تركبهم وتصنعهم، والعجله هذه فيها المطاط، يعني المطاط هذا كذلك يروح يشريوه ويديروا الترانسفورماسيون التحويلات تاعو، ثم يزيد اذا ذلك المحرك. المحرك وحده فيه تقريبا 800 حتى 900 قطعه. اذا هنا باش نعرفوا المشاهد الكريم واش معناتها المناوله. المناوله هو التزام، انغاجمون، عقد بين على الاقل شركتين، معناتها شركه سياره ما نذكروش اسم، ومع شركه مثلا لتوريد العجلات، ولا هذا على الاقل اثنان. التزام، عقد، يكون عقد بيناتهم، لانه باش كل واحد يضمن اموره، يضمن حقه وواجباته. المناوله هذه تكون في فتره عقد على الاقل يكون طويل، ونسميو شركه السياره نسميوها الشركه الاميره، هي اللي تؤمر باش نديروا المناوله، والشركه الاخرى هي المنفذه ولا المناوله، يعني لو سوتريتون، يعني باللغه الفرنسيه سوتريتون ولا مانيتونسيون. هذا هو التعريف البسيط جدا. ونعطيك مثال اخر، مثلا شفنا الجزائر مثلا لونسات العديد من مشاريع لاديال، مثلا نعطيو مثال لاديال. ما تقدرش شركه وحدها انها تخدم لك انت 5000 ولا 10000 سكنه، يعني لازم عشرات لي ماسون، عشرات ولا مئات تاع الدهانين يعني الكهربائيين. هنا جاء هذا المفهوم المناوله. اي اذا المناوله هو التزام بين على الاقل شركتين، وحده توفر لها في اطار يعني انتاج، انتاج صناعي ولا خدمات ولا بنيان ولا اي حاجه، يكون وفق عقد. وعلاش المناوله مليحه؟ المناوله اولا توفر لك يعني توفر لك مناصب الشغل. يعني تصوري عدد المناصب الشغل اللي راح نجيبوها، هذا الدهاني يجيب الدهانين تاوعه، والبناء يجيب البنائين تاوعه، فهذا هذا هذا خلق الثروه، هذا عطوا على اون فالور اجوتي، يعني القيمه المضافه اللي تجيبها المناولاتيه وتروح هي حتى المقاولاتيه. هنا نربطوا كاين، لانه اي مناول هو مقاول، لانه راح يعطيك قيمه مضافه وراح تدفعي له مقابل، يعني متى هي شركه صغيره ولا متوسطه. هنا كذلك نرجعوا لمفهوم الشركه الصغيره المتوسطه، اللي اليوم الجزائر راهي دعم كثير فيها، وراهي حابه توصل حتى 800000 حتى المليون شركه صغيره ومتوسطه. وشفنا حتى زياره السيد الرئيس تبون الى مختلف عواصم الدول، وقال انا شفنا حتى راح لايطاليا روما، قال لك انا النموذج الايطالي يعجبني وماذا بنا، لانه اليوم ايطاليا فيها 5 ملايين شركه صغيره ومتوسطه، تشكل نسيج كبير تاع مناولات وتاع مقاولات، وتشغل 60%. هذا واش حبيت نهضر عليه. اذا هذا ما يخلق نسيج مناولاتي. ما هو النسيج المناولاتي؟ كيفاش يكون هذا النسيج المناولاتي؟ كيفاش يتكون؟ وشنو هي الأهمية تاعو في بحث العجلة الاقتصادية كما سبق وذكرت أستاذ؟ بكل بساطة هو النسيج المقاولاتي، ولا هو عبارة عن نسيج من الشركات. احنا اتفقنا الدوله ولا الشركه ولا تسعى تدير مثلا تدير مشاريع بناء، ولا نعطيو مثال مثلا مشروع الحديد الجديد بمنجم تندوف. الدوله قالت انا ما نزيدش نبيع الحديد على الخام مباشره، يعني نرفدو من التندوف عبر بشار سكك حديديه ونديه الميناء وهران ولا مستغانم لكي اصدره على حالته. هنا ما كاش قيمه مضافه. الوغ هنا الدوله قالت لا، اليوم يلزم ندخل المناولاتيه، يلزم ندخل ندير قيمه مضافه. انا هذا الحديد لازم نحوله نديرو ترانسفورماسيون، نحوله الى اما منتوجات نصف مصنعه او الى منتوجات مصنعه باش نخلق الثروه. وزيدي المناولاتية
الماليه هذه تجيب لك شركات، وهذه الشركات يعني هي عباره عن سلسله، يعني واحد يكمل واحد ووفق عقد، يعني عقد يكون ملزم للجميع. واش نربحوا؟ نربحوا المردوديه، معناتها كل واحد كما احنا نقولوا يلتها في خدمته، اللي يخدم صحيح. اللي يخدم المطاط راه في المطاط، اللي يخدم الكهرباء راه في الكهرباء، ونديروا عجلات، يعني هاي العجله هنا تاع العجله تمشي، العجله تاع الكهرباء تمشي، العجله السلسله تاع اصحاب الدهانات يمشيوا، الميكانيسي يخدم، يعني هي عجله كبيره تشغل لك العجلات. احنا دائما في مالينا الكبار يقول لك دائما البنيان، يعني البنيان هو اللي يمشي العجله الاقتصاديه، يعني شوفي النيه والنظره الاقتصاديه البعديه، معناتها اليوم صح الدولة ماذا بينا تكون هي المشغل، لكن ماذا بينا تبقاش هي المشغل الوحيد لعجلة الاقتصاد، ماذا بينا هذه عجلة التنمية بفضل هذا النسيج المناولاتي وبفضل الستارت اب هذو اللي اليوم رانا ندعموا فيهم. نعطيك مثال، مثلا نعطي انا دائما نحب نرجع للنموذج الايطالي، لانه حتى الدولة حبت تتبناه. الستارت اب عندهم ايطاليين اليوم راهم في 15,000 شركة ناشئة، شركة ناشئة هي اللي تجيب لك الاختراع، تجيب لك الابداع، تجيب لك فكرة، معناتها هذا الابداع ثم تبناه يعني شركات اخرى، شركات اكبر، يعني الحاضنات هما اللي دعموا هذه الشركات الناشئه باش يدعموهم، يديرهم التمويل ويتبنوا هذه الفكره. مثلا في مجال البيئه، مثلا لو ريسيكلاج، كاين عده مجالات المناولاتيه تدخل فيها بفضل الشركات وتشغل لك شباب وتجيب لك قيمه مضافه. اذا تحدثنا على اهميه النسيج المناولاتي في بعث عجله الاقتصاد، نسقطوها على مثال. مثلا في الجزائر كانت يعني تجربه تصنيع سيارات محليا فشلت، لكن اذا نشوفوا تجارب الدول المجاوره من بعدوش ما نروحوش بعيد، نشوفوا انها ناجحه 100%. والسبب يعني يقول الخبراء انه يعود الى توفر نسيج المناولات لدى هالدول، حاجه اللي ما كانش في الجزائر. معظم قطع الغيار يعني داخله في تصنيع هذه السيارات كانت مستورده، وهذا ادى الى ارتفاع السيارات، يعني حتى السوق المحليه ما لبيناهاش. صحيح. هو احنا واش درنا نقولوا، هو وهم الاستثمار ولا وهم صناعه السيارات، اللي هو كان عباره عن يعني ورشات من اجل النفخ عجلات، و ما بمشي التركيب على الاقل، لانه على هنا تدخل سلسله الادماج، نسبه الادماج. واليوم شوفوا حتى الحكومه قالت لك اي استثمار على الاقل يكون فيه توطين انتاج، معناتها يكون ناسيونال، معناتها انتاج وطني، على الاقل 40-50%. اي مجال، اي مجال، الفلاحه، الصناعه، الخدمات. احنا هنا نعطيك مثال بالنسبه للصناعه تاع السيارات، احنا بدينا بالمقلوب، احنا جبنا قلنا نخدموا السيارات، وحنا ما نخدموش يعني لي بياس ولا ما قدرناش نلحقوا نسبه الادماج المطلوبه، يعني شحال في الجزائر ربما ما درناش، يعني 60% ربما نسبه الادماج، ما لحقناش كنا كانت عندنا فقط ريسامو، عندنا مصنع تاع العجلات وبعض يعني لي سوتريتون في ماده البلاستيك، حتى احنا البلاستيك ما راناش متمكنين منه. حتى شوفي، هي باش تحكمي في صناعه اولا لازم تحكمي كامل في يعني لاشين دو فالور، سلسله القيم. هذه هي سلسله القيم، هي سلسله تبدا من المواد الاوليه، ثم تروح للتصنيع، تروح للتخزين، تروح للتهيئه، وتروح حتى للتسويق. حنا في السيارات ما كانش عندنا هذا الشيء، ما كانش عندنا نسيج صناعي ولا ما كانش نسيج مناولات، ما كانش كاين. كان عندنا ابار في يعني مدن مثلا في وهران ورشه كبيره، نجيبوا من موانئ نجيبوا السياره ونديروها عجلات ونبيعوها. هذا اكبر خطا، هذا وهم الاستثمار. اليوم اللي كان ما عندكش على الاقل 50-60% شركه مناوله، يعني واش معناتها الزوجه تخدمي هنا في الجزائر، العجله تخدمي في الجزائر، الكهرباء تخدمي هنا في الجزائر، علاش كي تولي عندك النسيج هذا راح تخدمي، راح تخلقي، مناصب شغل، راح تكري لو بيزوان الاحتياج. معناتها انا الجزائري اللي يخدم المطاط، والمطاط يولي يزرعوا المطاط، وما الى ذلك. روحوا حتى للزيت، مثلا الزيت اليوم نقولوا عندنا ازمه تاع الزيت في الجزائر، عندك قاروره تاع الزيت فيها لو بوشون، فيها العبوه، فيها البلاستيك، فيها، لكن شوفوا الزيت اللافته، فيها اللافته، يعني الكرتون، كل شيء. ناخذها كمثال مثلا استاذ، يعني قرعه تاع الزيت شحال من منتج ربما يدخل فيها؟ على الاقل 10 مؤسسات، زائد ربما لو كان نزيدوا لها الفلاحين تاع عباد الشمس، ونزيدوا لها تاع السلجم، ونزيدوا لها تاع الذره، ونزيدوا لها ذاك الفلاح يزيد يشري الجرار، يزيد يشري يروح يسوتريتي اوسي يجيب مونا واللي يخدم له الفلاحه، يعني هي سيتون شان، يعني شبكه مناولات، شبكه سلسله مناولات، وخلقنا
اقتصاد يكون بحال الحكومه تفطنت لهذا الشيء، قالت لك انا اليوم اتيناف يعني خلاص واش صرا في الماضي. اليوم الى نبداو ان بلاتفورم تكون عندنا بلاتفورم صحيحه، تكون عندنا منصه تاع التصنيع، منصه اللي نتحكموا من خلالها في سلسله القيم، سي لا شين دو فالور، هذا الاسم لازم الجزائريين يحفظوه. سلسله القيم معناتها دو ا زد، من الف الى ياء، من الماده الاوليه نتحكموا فيها. اليوم نقولوا الزيت، شفنا البارح الوزير الفلاحه هضر قال لك الشمندر السكري كاين، قال زراعه عباد الشمس اللي كان هنا في مناطق متيجه ومناطق التيطري كان احنا كنا نلعبوا به، يعني عباد الشمس السلجم، يعني كي تحكمي في الامور في الماده الاوليه ثم تروحي ثم الفلاحه بين ومن بعد بين الفلاحات واش تلونسي الصناعات الغذائيه والتحويليه اللي صحيح. اللي كذلك هذه الصناعات التحويليه تزيد يجيب لك مصانع، تزيد يجيب لك المصانع هذه يزيدوا يجيبوا مناولين، المناولين هذا واحد يخدم له البوشون، واحد يخدم له القاروره، واحد يخدم له الكارتون، واحد يخدم له اللافته. فشوفي منتج واحد فيه تقريبا يخدم لك على الاقل 10 شركات، وهذو 10 شركات اوسي كذلك يديروا مناولين، فهي هي سلسله. والاقتصاد مبني هكا عالميا، حجم الشركات المناوله في اوروبا 15% الحجم تاعها من النسيج الصناعي، في امريكا 35%، في اليابان 55%. حنا في الجزائر يعني حنا في رانا نسبه قليله، النسبه قليله ما تعداش 5%، لانه علاش ماناش متحكمين في الماده الاوليه، ماناش متحكمين مثلا في التكوين، ما عندناش التكنولوجيا، لانه يلزم لانه هذا الشيء البروسيس النمط الانتاج يلزم تحكمي في المكننه، تحكمي في التكنولوجيا. وهذا الشيء اللي اليوم الحكومه وسيد رئيس الجمهوريه راهو يروح العديد من الدول، علاش؟ باش يجيب التكنولوجيا. حنا اليوم رحنا لتركيا، رحنا لايطاليا، رحنا للصين، رحنا لدول الخليج باش نجيبوا التكنولوجيا، نجيبوا الخبره، والخبره هذه منها نكونوا التقنيين، نكونوا المهندسين اللي بهم نخلقوا الالاف والالاف من، لان النسيج الصناعي هو والمناولاتي هو اللي يخلق لك النسيج الاقتصادي اللي يسمح لك باقلاع اقتصادي مفيد. تحدث وزير التربيه يعني في المداخله تاعو صباح، يعني تحدث قال انه رئيس الجمهوريه اليوم يعني يشجع التخصصات العلمية من أجل خدمة الاقتصاد الوطني. هل التخصصات العلمية هي التي تخدم النسيج المناولتي، ولا مفهوم المناولة أكثر منه الشعب الأدبية؟ لا شو قلنا فقط هذا اللي عندي، التكوين المهني على الحال. وانا حتى قلت في نفس البلاطو قلت لك نعاودوا نرجعوا للبكالوريا المهنيه، لانه علاش اليوم رانا متاخرين بزاف؟ اليوم اذا كان شوف ابو التكنولوجيا في العالم هو ليوناردو دافينشي، هو ايطالي عنده 500 سنه وحتى نظرياته مازال نستعملوها، يعني التكنولوجيا اللي تخلق لك الثروه هي اليابانيين كيفاش نجحوا، ولا الكوريين على بالك باللي يعني لابتوب ولا تليفون سمارت فون يساوي برميل بترول. معناتها هنا لازم نستفادوا من الماده الرماديه اللي موجوده في الدماغ تاع شبابنا وتلامذتنا. اليوم حقيقه لازم نوجهوا هذا التلميذ، يقدر هذا التلميذ يكون اكسيلون في الرياضيات، لكن ما يقدرش يقرا ربما من اللغات، ربما ما يعرفش التاريخ والجغرافيا، علاش انا نبيناليزيه؟ انا نعرف دي جون كانوا معنا سيدي اكسيلون في الفيزياء مثلا في الرياضيات، لكن ما جابش الباك نتاعو لانه ما يعرفش ربما التاريخ والجغرافيا، لكن انا علاش ما نتبناش؟ علاش ما نروحش نديروا التكوين سبيسياليزي؟ اليوم عندنا حتى ثانويات رياضيه مثلا هنا في العاصمه تكون متخصصه الا في الرياضيات، كذلك نروحوا للفيزياء في الكيمياء. فهذا الكم الهائل تاع المواد في المنظومه التربويه ربما هو اللي عطل. المفروض في المتوسطه ولا في بدايه الثانويه نعرفوا هذا التلميذ اذا كان يتبع رياضيات ولا علوم ولا تكنولوجيا، ومن ثم نبحثوا. معليش انا مش عيب ما نجيبش البكالوريا، نروح للتكوين المهني وندير بكالوريا مهنيه، معليش ما ندخلش الجامعه لكن نخرج ماناجر، نخرج مقاول، نخرج مناول. اليوم الشركه، اليوم الشركات الكبرى مايكروسوفت ولا اكبر الشركات ما تحتاج السي في نتاعك، تقول لك انا اعطيني ان بروجي، اخدم لي بروجي، حبيت نشوف، حبيت حاجه نشوف حاجه طونجيب، حاجه ملموسه. وهنا نعاودوا نرجعوا الى لي ستارت اب، والاليه الركيزه تاع لي ستارت اب هي الابداع، هي الاختراع، هي الابتكار. لازم ما نروحوش انا اي واحد من هبه ودب يقول لك انا نقدر ندير ستارت اب ومن بعد نباناليزي وهذه لي ستارت اب. نو، اليوم المؤسسه الشركات الناشئه مبنيه على الفكره وتتطور بشكل متسارع وعندها الاحتياج لو بيزوان تاعها تكريي في الاقتصاد. اليوم نتحدثوا على الهيدروجين الاخضر، على البيئه، نتحدثوا على لي زابليكاسيون اللي تساعد الانسان، اللي تساعد المرضى. فاليوم الجزائر تاخرت كثير.
على 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 الركب تاع التكنولوجيا. هو سيد رئيس الجمهوريه وزير التربيه داروا بالفعل انا نظن انه قرار صائب العوده الى لي برونش يعني التخصصات العلميه، لانه التخصصات العلميه والتكنولوجيا هي اساس باش تدفع لك الاقتصاد بدون تهميش الشعب الاخرى الادبيه. اكيد. اذا تحدثت بدايه النقاش قلت انه المؤسسات الناشئه والمؤسسات الصغيرة هي ركيزة النسيج المناولة. نعم. والمناولة كيف ذلك يعني؟ لأنه علاش المناولة واش يعطيك؟ يعطيك حلول. مثلا أنا عندي لوزين، عندي مشكل مثلا. يعني المناول هذاك راح يحل لك المناول، هو اللي يحل لك المشكل بطبيعة الحال، لأنه علاش عنده الوقت. المشكل عفوا يتمثل مثلا في ماذا؟ في نقص ربما مردودية تاع الإنتاج. عندك مثلا لا ماشين هذه ما ديرش الإنتاج تاعها بصورة كاملة، ربما عندك أزمة في الكرتون. أنت مثلا مؤسسة كبيرة ما عندكش الوقت باش تروح تحوس على الكرتون، ولا حتى باش دير إكستنسيون، ما عندكش الوقت ولا ما عندكش الأموال. لأنه علاش؟ لأنه أي العطاء يعني، شوفي أي شركة تكبر ثم يلزم تتقسم. شوفي أكبر الشركات في العالم، وكاين حتى اللي يديروا الديميناجمون، يعني يروحوا للشركات، يروحوا إلى بلدان أخرى. وهنا نروحوا في حتى كاين قطاع المناولات العالمي، لأنه مثلا شركة سامسونج تلقاها في بنغلاديش، في ماليزيا، في الصين، تلقاها في بارتو. علاش؟ لأنه كل بلد متخصص. مثلا نعطيك مثال، مثلا التمور هنا في الجزائر كاين حتى ادويه تستخرج من التمور. يقدر لابوراتوار مخبر عالمي يقول لك انا في الجزائر نخصص مخبر معين اللي يدير مراهم ولا يدير ادويه نخرجوها من العجوه ونخرجوها من التمر. فعلاش انت المناوله اليوم تساعدك؟ لانها تتخصص وعندها الوقت وعندها يعني القدره، عندها تقدر تلقى لك الحلول بفضل هذو لي ستارت اب اللي عنده سيدي يعني عندهم الوقت وعندهم التجربه. انت تبقى الا في يعني في حاجتك. شوفي نعطيك مثال، شركه نوكيا كانت هي اول شركه في مجال التقنيه يعني في مجال الهواتف، لكن ما راحتش للتقنيه وما راحتش تحوس على الابداع، ما راحتش تحوس على المناولات، مع انه جاهم حتى الجماعه تاع ابل، جاهم جماعه تاع المبدعين جدد، لكن هما قال لك لا، نبقى في النمط نتاعي، نبقى في الانتاج نتاعي. شوفي ابل وين راهي ونوكيا وين راهي؟ افلست نوكيا. وهذا نزيدو نسقطو على السيارات. شوفي كانت بعض السيارات، مثلا نعطيك مثال فولفو، راحت الافلاس. علاش ما تطورتش؟ اليوم اكبر شركه في العالم تاع السيارات هي تيسلا، لان علاش باش تعتمد على الكهرباء، تعتمد على الهيدروجين الاخضر. في اليوم الابداع والابتكار والاختراع هو اللي حيضمن لك الديمومه تاع الحياه الشركه، لان اي شركه هي كورب على بالك يعني البدايه ثم الماتوريتي ثم تعود تموت. هذه الشركه باش ما تموتش لازم تطور روحها. وقلت لك قد ما تكون العطاء تاع حجم الشركه كبير ماشي مليح، لازم تتفرع، لازم دير فروع. علاش تخصص؟ دوك مثلا شركه تاع مياه ولا تاع الزيت، شركه هنا في الجزائر يلزم عليها تشوف شركه تاع النقل. ما تقدرش نفس يعني الشركه اللي تنتج وتتوزع. يلزم تلقى مناولين، تروح مثلا مناول اللي يقدر هو يجيب شاحنات نتاعو افيك دي زابليكاسيون افيك يعني كاين تطبيقات اللي يقدر يديرهم باش يوصل هذا المنتوج لاماكن البيع. فاي شركه غير تكبر يلزم تخمم وتفكر كيفاش دير لا سوتريتونس. يلزم احنا نقولوا سوتريتي ديليغي، باسكو يقول لك كي تكبر لازم ديليغي لا طاش، يعني هذه المهمه لازم تعطيها لواحد وتحاسبه بطبيعه الحال، يكون بعقد وتكون بربحيه وفق قاعده ربح ربح. صحيح. اذا شكرا جزيلا الشكر لك استاذ عبد القادر السليماني، خبير اقتصادي مختص في الاستثمار. شكرا جزيلا الشكر على كل هذه التفاصيل فيما يخص المناوله. نتمنى الفكره تكون وصلت للمشاهدين اللي يتابعوا فينا. نتمنى ايضا استضافتك مجددا ان شاء الله. فقره الاقتصاد ببساطه. انا في الخدمه. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. شكرا. قبل الختام فقط استشيرك يعني استغل الفرصه لانك حاضر معنا اليوم فيما يخص الشباب المقاول او ربما اللي عنده فكره. اذا نصيحه فقط للشباب لهم يشوفوا فينا بما انك مختص في الاستثمار. لا هما الشباب ولا الطلبه ولا اي ولا التلاميذ ولا اول مشكله يقول لك التمويل. يا جماعه اليوم الفكره هي الاساس. كي عندك الفكره والفكره هذه تطور وعندك انت لو بوزوان تكري منها الاحتياج، التمويل راح تلقاه.
بون كاين اللي يقول لك لازم نروح تزم الدعم من الدوله ولا ما نخدمش. لا، ابدا في محيطك، ابدا في العائله تاعك، ابدا في الاصدقاء تاعك، ابدا في الحومه تاعك. التمويلات، لانه التمويلات في المؤسسات النشطه مش حيكون تمويل كبير، تبدا ربما بالاشتراكات يعني اللي حواليك، الناس اللي حواليك. تقدر دير معك حتى شريك واحد ولا اثنين اللي يدخل معك براس المال، وتكون ودير الاقلاع نتاعك في اقرب وقت ان شاء الله بكل سهوله. صحه، شكرا جزيلا، شكرا على هذه الاضافه. شكرا.